مشاهدينا الكرام، اليوم 2 نوفمبر ذكرى وعد بلفور. بهالمناسبة بحب أحكي إنجليزي بس بشكل متواضع. Dear United Kingdom, did you thinking about us? Did you put this date in your agendas? It has been long time, more than 100 years. But until now we are refugees living in camps. All of this because of you. كل شيء بيصير معنا كفلسطينية بسببكم انتو. بريطانيا بلفور بن آدم وعد اليهود بأرض مش إلو أساسا. فبهالمناسبة تبا لكم. عصبت، بحبش أعصب أنا. اليوم بدي أعرفكم كيف بلفور غير مصير الفلسطينية ومصير عائلتي. طبعا رح أعرفكم على سيدي، مش جدي، جد أبوي، سيدي علي محمد سكر. شغل. أنا من اللي راهوا على غزة على الشط، طلعت الشخطورة الرمل الناشف وخدت الشراع تبعها، عملت خيمة قعدت فيه، قعدت على البحر أصيد أجيب سمك، لما الله يعطيني السمك أجيبه أبيعه وأكل وأشرب فيه أنا أولادي. رحت زيارة بسنة 52 على فلسطين، رحت أشوف بيتي لقيته ممسوح وبناية محله وكل شيء له نهاية. إحنا روحنا ضحية خيانة العرب تبعونا. عاد إلى لبنان، لكن عليا وصباح ابنتي الحاج علي بقيتا في غزة. أنا فلسطين أنا اخلقت فيها وتربيت فيها وشفت الخير فيها، بشرب ميتها، مية البحر المالحة. بس أرجع ولا مرة شفته لهالفيديو وما غصت، كان حلمه يرجع يافا. اليوم سيدي وين؟ هون، الله يرحمه. أكلي همه أو همنا، إذا رح نموت بلبنان كيف منا ناخده معنا أو كيف بدو ياخدونا؟ من علي محمد سكر إلى حسن علي سكر. جدو أنت ما بتتذكر صح؟ بتتذكر أشياء بفلسطين؟ ولا شيء. ولا شيء. لو مثل هذا الجيل اللي موجود كان ما تذكر كل شيء، بس احنا كنا هبل. بقول البرتقال يا فوي جدي هيك كان مزبوط ولا حكي؟ لانه طلعنا من فلسطين صار لا لا دي. حتى كل الدول العربيه بتشهد في بهالحكي هذا، حتى في اغنيه لصباح بتغني عن البرتقال اللي فوي. بسال ابوي شو هو البرتقال اللي عندنا؟ قال لي كان عندنا شموطي وابو سره. قديش برايك هذا الوعد اثر علينا احنا؟ نفس الوضع اللي هلا احنا عايشين فيه، هذا هو الاساس نكبتنا ووعده هو. لو انت كنت في فلسطين كنت حاشوفك عم بتقطف هلا البرتقال يا فهوي ولا بحار زي جده او شيء ثالث؟ كنت حضلك مصارع مثل ما انت؟ لا، انا بالظروف اللي كنت عايشها بلبنان هون من انا ولد لحديت هلا ما كنت اتمنى شيء الا اكون ببلدي بس، وساعتها بكرر. هلا شو بدك تكرر؟ هن بكرروا عنا هلا. من حسن علي سكر إلى محمد حسن سكر، يلا. كعافية أول شيء. الله يعافيك بابا. جيناك كبسة على الشغل، إيه؟ أهلا وسهلا. سؤال سريع، قديش أثر بلفور على حياتك؟ الوعد بلفور؟ إيه، وعد بلفور. الوعد بلفور حرمني من حقوقي اللي هي أول حق، حرمني من أرضي، حرمني من بيتي، حرمني من مستقبلي، مستقبل أولادي. شو بعد فيه؟ في أصعب من هيك؟ أنت أكيد. حدا خلقت بلبنان، يعني أنت ما جيت من فلسطين، كيف مأثر عليك أنت؟ ما أخذ كل شيء أنا بتمناه أكيد، يعني
كان نفسي أعمل هندسة خراطة، ميكانيك، مهندس ميكانيكي خراطة. هلا بحلم إني أعطيها لأولادي. إذا أنت ما كنت لاجئ شو كنت؟ كنت خواجة ببلدي. كنت خواجة ببلدي، خواجة بملك أهلي وملكي. كنت ابن عائلة كبيرة، مش لاجئ وضعيف. من محمد حسن سكر إلى ريان محمد سكر أنا. أما أنا كيف أثر بالفور على أم حياتي؟ أنا ما كانش بدي أكون لاجئة، وما كانش بدي أخلق بمستشفى بالمخيم، وبديش أتعلم بالأونروا، وبديش أكون صحفية، نفسي أطلع دكتورة، بس لأني لاجئة ما فيني، وبديش أعيش بلبنان، بحبه بس مش مكاني. بدي يكون عندي باسبور أسافر وين ما بدي، بديش أحمل هوية زرقاء، بديش أموت ببيروت، بدي أرجع عبلدي فلسطين، بس هيك.